السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقل على شكل مستطيل طوله 50 مترا وعرضه 20 مترا، أردنا أن نحيطه بسياج. ما هو طول هذا السياج؟ ما هي مساحة هذا الحقل بالمتر مربع؟ إذن هذا الحقل على شكل مستطيل لدينا الطول 50 مترا والعرض 20 مترا، ونعلم أن المحيط هو محيط مضلع، هو مجموع أضلاعي. لدينا هنا الحقل على شكل مستطيل ومحيط مستطيل، هو الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، يعني الطول مرتين والعرض مرتين. السؤال يقول ما هو طول هذا السياج؟ طول هذا السياج يعني هو المحيط، فالمحيط نرمز له ببي. فمحيط مستطيل هو مجموع أضلاعه، يعني الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، يعني الطول زائد العرض ونضرب في 2، يعني الطول لأن زائد العرض، طول زائد العرض يعني نصف المحيط، ثم أضرب في 2 أتابع وأعوض. الطول لدينا 50 مترا زائد العرض 20 مترا وأضرب في 2، لأن الطول زائد العرض يسمى نصف المحيط، ولكي أجد المحيط أضرب في 2. 50 مترا زائد 20 مترا 70 مترا، وأضرب في 2، 7 × 2 = 14، وأضيف الصفر، فمحيط هذا الحقل بالمتر هو 140 مترا. 140 مترا هو المحيط أو طول هذا السياج. السؤال الثاني، ما هي مساحة هذا الحقل بالمتر المربع؟ المساحة نرمز لها بإس سيغفاس أو نرمز لها بأر إير. إذن المساحة هنا مساحة مستطيل، ومساحة مستطيل هي الطول مضروب في العرض. أعوض 50 مترا وأضرب في 20 مترا. الآن حساب ذهني وسريع، 5 × 2 = 10، أضيف صفران، وبما أنها مساحة وطول بالمتر والعرض بالمتر، فالمساحة بالمتر مربع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.